صباح الخير، معكم منير عجم من شركة زوكاد. بهالفيديو برزنتيشن حنتكلم عن البروجكت ريبورت، تقارير إدارة المشاريع. بالطبع الموضوع يختلف من مؤسسة لمؤسسة، بس بشكل عام حنجرب نلقي شوية ضوء على هالموضوع. عم نناقش هالموضوع بناء على طلب احد الشباب عبر اليوتيوب شانل لسكات. حاب انه نتطرق لهالموضوع ونشرحه بصوره اكثر. صمم الموضوع لست مواضيع مثل ما شايفين بالصوره هون. المواضيع تقارير باداره المشاريع، يعني كريبورت بشكل عام. وهون حنتكلم عن انه why do we report، when do we report. يعني basically الموضوع انه ليش بنعمل ريبورت، امتين بنعمل ريبورت، شو هي المواضيع اللي بنطرق لها بالريبورت. وحنتدخل بالنهايه بالاخر حنتكلم عن الفرق بين البروجكت ريبورت، يعني ريبورت لبروجكت محدد، والاورجنايزيشن داشبورد اللي هو نوع من الريبورتنج على مستوى الاداره بالمؤسسات. هلا هون ست مواضيع، حنجرب نكون مختصرين انه على كل موضوع تقريبا سلايد وحده لمش اكثر، بس بالنهايه حنجرب نعطي شويه اكزامبل تنميز بين الماتريكس والداشبورد اللي ممكن نستخدمهم باداره المشاريع. نبلش بس برساله واضحه، بعض الامور الرئيسيه ضروريه باداره المشاريع نفهمها خلال مراجعتنا لهالمحاضره هاي. أول شيء المبادئ الأساسية بإدارة المشاريع، بالطبع one size fits all does not work. يعني ما في شيء، يعني أنا عم بطرحه اليوم هون هو عم بطرح بعض الاقتراحات، بس بالطبع بإدارة المشاريع الأمور مش ثابتة، وكل الأمور بإدارة المشاريع مش ثابتة. في شغلات ممكن تكون مشتركة بين المشاريع من منظمة لمنظمة، من نوع صناعة لنوع صناعة آخر، ولكن انه بضل في خلافات بالتفاصيل ومش كل شيء متطابق. هون ضروري ان نكون واضحين انه ما فينا نستخدم يعني نوع واحد من التقارير وهو اللي ينطبق على الكل، من جهه الكل مقاول ولا استشاري ولا مالك ولا سب كونتراكتر ولا بغض النظر مين ما يكون. بالطبع اداره المشاريع بشكل عام تتاثر بشكل كبير بموضوع الorganization culture اللي هي ثقافة المؤسسات. كل مؤسسة عندها ثقافة تختلف، ممكن يكون الكالتشر مقصود فيها إذا المؤسسة ممكن تكون متحفظة ولا aggressive، يعني conservative ولا risk taker. أما ممكن هالمنظمة تكون عندها موضوع إنه المعلومات بتكون مفتوحة ومشاركة على شكل واسع. اما في بعض المؤسسات ممكن يكون لا، التقارير لازم تكون بس محصوره ببعض الاساسيين. المهم ما في ادخل بالتفاصيل كلها هون، انه بطبع اداره المشاريع ومن ضمنها التقارير بالطبع تتاثر بثقافه المؤسسات. كمان الاورجنايزيشنال بروجكت مانجمنت ماتوريتي، النضج بممارسه اداره المشاريع، كمان اكيد تختلف من مؤسسه لمؤسسه، وهذا الشيء بطبيعه الحال بياثر على التقارير. ولذلك ممارسات إدارة المشاريع مش ثابتة من مؤسسة لمؤسسة، من بزنس لبزنس، ولا حتى من نوع مشروع لنوع مشروع. بالطبع حتى المشاريع المتشابهة تختلف من منظمة لمنظمة. كلمة منظمة نحن يمكن اللي بتابعنا صار بيعرف مقصود فيها أي منظمة، ممكن تكون شركة أما جزء من شركة، يعني division أما department، أما ممكن يكون مؤسسة خيرية أما تكون مؤسسة حكومية. هلا بالطبع دائما بنقول نحن المليون دولار answers in project management دائما ببلش ب it depends. يعني شو ما تسأل، يعني مثلا أحد الشاب اللي طلب مني نتكلم عن الموضوع، أوكي يعني صعوبة نتكلم عن الموضوع أنت من أي وجهة نظر. هلا هو اللي طلبه من وجهة نظر مدير مشروع للمالك. هلا انا حاتوسع بالمشروع اكثر وحنجرب نركز انه بطبع اي شيء عم نتكلم عنه هون دائما حيكون في كلمه اندبندنس،
ديبند مع مين، مين اللي عم بيعمل التقرير، لمين بده يروح التقرير، هل نحن نتكلم من جهه المالك ولا المقاول ولا السب كونتراكتر ولا استشاري، هل اما من جهه حكوميه. فدائما حيكون في ديبند وحنذكركم فيها تقريبا مع كل سلايد. خلينا نبلش بواي دو وي ريبورت. ليش نعمل تقارير؟ تقارير طبعا نحن على المشروع. بالطبع التقارير وتقديم التقارير هو جزء اساسي من تواصل بين جميع اصحاب المعنيين، الاطراف المعنيه، اصحاب الشان، الستيك هولدر. ونحن ستيك هولدر في عندنا فيديو عن هالموضوع محددينهم. بالطبع ستيك هولدر هو كل الاشخاص اللي تعمل على المشروع والمتاثره من المشروع والذي تؤثر على المشروع. يعني 360 ديجري مقصود فيها هون انه كل ستيك هولدر. هلا بالطبع يختلف التقارير، تختلف من ستيك هولدر معين لحدا ثاني، بس بالطبع نحن عم نتكلم انه الريبورتنج هو اساس من نقطه التواصل والكوميونيكيشن مع كل ستيك هولدر. بالطبع مثل ما نعيد، كل واحد حسب حاجته. الريبورتنج بالطبع هو ضروري للريكورد كيبينج، انه لازم يكون في عندنا الملفات والاركايف والارشيف للمؤسسات، يكون عندنا هالمعلومات موجوده عن المشاريع اللي تنفذت خلال بهالمؤسسه بالسنوات السابقه وبصوره دائمه. ضروري يكون في عندنا نحن الارشيف في الشركه يكون فيها المعلومات عن المشاريع، ومن ضمنها تقارير المشاريع. عاده بيكون في تقارير، ما راح يكون في كل التقارير لما بيخلص المشروع، ممكن كل التقارير ينعمل لها اركايفنج ونختصر منها، بس الفاينل ريبورت ولا الكلوز اوت ريبورت يكون هو من ضمن الشغلات اللي بيصير مراجعتها بصوره دائمه. بالطبع هالشيء ضروري لانه مع الوقت نحن ما فينا نطور الاداء بالمؤسسات، ما فينا نرفع من مستوى نضج بممارسه اداره المشاريع بالمؤسسات اذا ما بنطلع على تاريخنا وللمشاريع اللي نفذناها سابقا. وهالشيء بالطبع نحن شباكنا، اما طريقتنا للنظر للمشاريع السابقه انه نتعلم منها ونطور بالمستقبل هي عبر الملفات والتقارير اللي لازم تكون موجوده على المشروع، خاصه عند انتهاء كل مشروع. يعني هون بنركز نحن بالطبع، مش هيك بمنهجيه سكان، نحن بنركز على موضوع انه البروجكت كلوجر لازم يكون ضروري جدا، لانه البروجكت كلوجر هو الوقت المناسب نحن تكون نجمع كل المعلومات من المشروع تنقدمها وندخلها بالارشيف تبع المنظمه اللي عم تنفذ المشروع. وبالطبع هالشيء مش بس للارشيف، بالطبع لدراسته لتطوير الاداء بالمستقبل. اهم شيء بالموضوع التقارير هو يكون انه timely و accurate. يعني شو المقصود فيها؟ يعني اذا بدك تقدم لي تقرير، اذا مدير مشروع بدي اقدم تقرير انه عندنا مشكله وبدنا ننطر لاخر الشهر، المشكله تنقول صار بعشر الشهر، اما اشكال، اما purchase order ممكن يكون عم نعمله يكون اعلى من الميزانيه، اما تاخير، شو بغض النظر شو هو الاشكال ولا المعلومه اللي ضروري ممكن يكون مهمه، وبدنا ننطر الموضوع للتقرير، والتقرير رح نصدره باخر الشهر. اوكي، معناتها ما بقى عندي امكانيه انا اني اتفاعل مع هالمشكله هاي، اما مع هالشيء الذي يؤثر الريسك ممكن يكون ممكن ياثر على المشروع. سو ممكن يكون انه اذا المعلومات جايه متاخره يكون فات الاوان انه نقدر ناخذ حلول بطريقه سريعه. وبالطبع نفس الشيء غير موضوع التايملي، التوقيت، انه يكون يعني اي شيء ضروري لازم يكون رفعه، يكون في غير التقارير الرسميه اللي بتطلع ممكن كل شهر، لازم يكون في ميكانيزم محدده لمشان رفع تقارير ممكن يكون حسب الحاجه. بطبع الاكيورسي ضروري جدا، لانه خاصه لما بنكون عم نعمل ريبورت، نحن نعمل تقرير عن شو؟ عاده تقارير حنتكلم عنها بعد شوي عن اداء المشروع. اذا المعلومات مش مظبوطه، يعني اذا كانت مش مظبوطه، يعني كانت مبالغ فيها ولا اندر ريبورتد، هذا حشي ممكن ياثر على المشروع وياثر على الاداره وياثر على اداء المشروع. هلا ممكن نحكي فيها هذه اكثر بعدين، بس بشكل موضوعي ضروري جدا انه اي تقارير عم تتقدم تكون بوقتها وتكون دقيقه، بطبع دقيقه حسب الامكانيات.
هلا في بعض التقارير عم نحكي نحن وايد وي ريبورت، ممكن يكون خاصة تقارير العلاقة بالسيفتي أما الأمور أما الأشياء البيئية، ممكن يكون هذا الشيء مطلوب من المؤسسات الحكومية ينعمل عليها تقارير كومبلاينس ريبورت ممكن يكونوا يعني. بالطبع هذا الشيء حسب نوع المشروع وحسب المكان الذي ينفذ هالمشروع فيه. على وين دو وي ريبورت يعني التوقيت كمان ديبندز، اكيد ديبندز لانه كل منظمه تختلف، يعني في شركات بدها ريبورتنج يمكن كل ساعه نزيدها شوي اكيد، اما كل حنشرح ممكن يكون في انواع الريبورت. هلا اذا بناخذ مشاريع تنقول انشائيه اما انجينيرينج بروجكت، انجينيرينج كونستراكشن بروجكت، كابيتال بروجكت، هلا ممكن يكون في تقارير يوميه عن المشروع. هلا بتذكروا انه انا قلت انه مش حاتكلم بس على تقرير المدير المشروع للمالك، حنتكلم عن عدة انواع من التقارير، شو ممكن يكون انواع التقارير اللي ممكن نمارسها على المشاريع. يعني ممكن يكون عندنا نحن ديلي ريبورت، بالطبع عادة ممكن يكون تقارير عن العمال يومية، آليات، بغض النظر ممكن يكون تقرير علاقة بالسيفتي اما بالبيئة اما باي شيء ثاني ممكن يكون. على كل مشروع ممكن يكون في عندنا تقارير يوميه، وهذا الشيء لازم يكون اكيد محدد من ضمن خطه التواصل على المشروع من ضمن الكوميونيكيشن بلان. عاده ممكن يكون في تقارير اسبوعيه للاميديت لاين مانجمنت، يعني كل مدير مشروع يكون لمديره يكون في عنده تقارير، ممكن تكون يعني ببعض المحلات احد مثلا من خبرتي الشخصيه ايام زمان كنا نشتغل على مشاريع صغيره ببتروكيميكال بلانت، كان المطلوب مثلا انه اسبوعيا نقعد نحن مع مديرنا مع السوبرفايزر نشرح له شو عم بيصير معنا خلال الاسبوع على المشاريع اللي عم نشتغل عليها، لانه ممكن يكون عم نشتغل على اكثر من مشروع. هذا طبعا شيء ممكن يكون ويكلي ريبورت يكون للاين مانجمنت، اما ويكلي ريبورت مع من ممكن يكون كمان من داخل فريق العمل. هلا عادة خاصة المشاريع الكبيرة واللي بتاخذ سنين سنتين وثلاثة وأربعة أكيد حتكون في تقارير شهرية رسمية بتكون عادة للمانجمنت وللسينيور مانجمنت. هلا بطبع إذا المشروع كله بعضه أربع خمس شهور ممكن نعتمد على الويكلي ريبورت، لأنه شرط التقارير الشهرية ما بقى لها فايدة، يعني بنعمل تقرير اثنين ثلاثة خلص المشروع. بقى كمان يعني بطبع هذا الشيء ممكن نرجع لـ it depends، بتأثر ب مدى المشروع قديش طول فترة التنفيذ، أما طول فترة المشروع من بدايته لنهايته. بالإضافة إلى ذلك كمان ممكن يكون تأثير عدد الفريق العمل، إذا عندنا الفريق مشروع كتير صغير في اثنين ثلاثة عم بيشتغلوا عليه ممكن ما يكون في تقارير رسمية مكتوبة، ممكن يكون كلها شفوية. بقى بنرجع لنقول حسب الحاجة، بس بشكل عام هيدي بعض التقارير الرئيسية اللي بنستخدمها. بالطبع اليوم بوجود التكنولوجيا عندنا نحن اللايف ريبورتنج، يعني ممكن يكون عندنا غير عندنا تولز ويب سايت نحن وتكون المعلومات عم تدخل عليها بالدقيقه، يعني خلال تنفيذ المشروع يعني كل مايلستون اتشيف ممكن ندخله، كل اكتيفيتي كومبليت تكون دخل، كل ورك باكج كومبليت اما تيست صار كمان دخل. لما بكون يعني لما بكون لايف مش عم نحكي نحن اميديت، يعني يكون كاميرا عم تراقب، بس على الاقل خلال النهار نفسه ممكن يكون هالمعلومات عم نعمل لها ابديت، واي شخص عنده خبره ولا عنده اكسس لهالمرجع هذا للويب سايت اما للاونلاين تول قادر يشوف يعني المعلومات على الاقل از اوف ذا لاست داي، يعني على الاقل النهار متاخره. هلا اكيد هذا حسب الشركات والمؤسسات، ممكن يكون اذا استخدامه لهالانواع التول لمين عنده اكسس لها، يعني في كثير ناس ما يكون عندها اكسس لها. بالطبع في عندنا تقارير ممكن يكون حسب الحاجة، ممكن يعني incident report مثلا، accident report، compliance report، ممكن يكون صار حدث محدد لازم نعمل عليه report immediately، يعني ما ننطر تقارير شهرية مثل ما ذكرنا سابقا. أما غير شيء ممكن يكون شيء special report، يعني ممكن يجي مدير يطلب منا نعمل له تقرير على موضوع محدد على المشروع، يعني ما يكون من ضمن التقارير اللي عم تنشر بصورة عادية. نرجع ركز ضروري هون دائما timely و accurate. هلا what do we report؟
يعني هون السؤال انه كمان نرجع ل depends. بس خلينا نغطي كم فكره. معظم التقارير عرض على المشاريع عاده هي بنسميها status progress report performance report، سموها بدكم اياه. عاده اي تقارير عم تصدر على المشروع، خاصه تقارير القطاع الاداره، لازم تغطي وضع المشروع وتطوره. يعني نحن اليوم شو هو الموضوع، شو تطور، وشو هو الاداء. هلا بنتكلم على الاداء اكثر كمان بعدين، وكمان لما نتكلم على الماتريكس ريبورت. بالطبع الاداء ممكن يكون اداء الكلفه، يعني نحن المشروع كيف عم كيف الاداء بالناحيه للموضوع الكلفه، يعني هل نحن ماشيين، يعني اذا عم نعمل تقرير بالطبع الريبورت حيكون بناء على التفاصيل، يعني على الورك باكج اللي عم ننفذها، اما البروكيرمنت الاوردرز اللي عم نعمل لهم، الماشين اللي عم نشتريها، اي شيء ثاني، الكلفه بطبع. هون دائما بالبرفورمانس ريبورت عاده لازم يكون في مقارنه بين الخطه والواقع. نفس الشيء بالنسبه للسكجول، للكواليتي، للسيفتي، الريسورس. الريسورس اكيد مقصود فيها هون كل شيء، يعني موضوع الهيومن ريسورس، اما الماشين ممكن كان مستخدمها خاصه كونستراكشن سايت، في كثير ماشينري، في كثير ماتيريالز وبالكس عم بيصير. فممكن يكون تقرير لاي موضوع من هالمواضيع هيدي. وبالطبع في مثل ما قلنا في تقارير بتطلع الاداره العليا بتكون مختصره على المشروع بشكل كامل، بس في تقارير بتكون اكثر اختصاصيه. يعني مثلا ماتيريال ديليفري ريبورت مثلا، يعني لازم يكون في على المشروع تقرير لديليفري ريبورت. يمكن هذا المدير اما الاكزكتيف مانجمنت ما يكثر يهم التفاصيل الا اذا في شيء كريتيكال اوردرز، بس على الاقل في حدا على الفريق بحاجه يعرف الدليفري ريبورت، الماتيريال ديليفري ولا ماتيريال اون سايت ولا ماشينز اون سايت، ولا بغض النظر شو هو الموضوع. في كثير تقارير ممكن يكون سبيشالايز ريبورت بتروح لعدد محدد من ستيك هولدر على المشروع ولا من فريق العمل. عاده التقارير مثل ما قلنا بتارشي الكارب برفورمانس مثل ما حكينا من شوي فيرسس بلانينج، دائما لازم يكون في عندنا مقارنه. بالطبع مع يعني نحن بنكون عم نطلع شو هي كانت الخطه، شو هو الاداء حتى اليوم، وبناء على هالماضي، بناء على الخطه والاداء لحد اليوم، ممكن نقدر نعمل نحن بريدكشن فوركاست للاند ستيت. يعني مثلا امتى المشروع ممكن يخلص، هل في تاخير ولا تقريب المشروع ولا كلفه المشروع ولا اي شيء ثاني، ممكن نعمل نحن اكستربوليشن لنقدر نوصل لمرحلة انه نعمل ريبورتينج وفوركاستينج للمشروع بناء على الاداء لحد اليوم والتوقعات بالطبع. وهون الخبرة بالبروجكت كنترول، بالادارة التحكم رصد المشروع، رصد اداء المشروع والمقارنة بالاداء وقدرة التحليل والخبرة بتخلينا نقدر نعمل تقارير دقيقة مع فوركاست يكون كمان نسبيا دقيق. ذكرنا الماتريكس، بعتذر عم نرجع شوي. ذكرنا الماتريكس هون بهالسلايد هاي، بس ما حكينا عنه، لا نحكي عنه بعدين. بس بالطبع هالماتريكس هن اللي بيؤدوا الى بروجكت داشبورد، سو ممكن يكون عندنا داشبورد مخصص للمشروع. داشبورد هذا هون ان نحن هذا بيكون مثل داشبورد عن كل المشاريع عم بتصير عم بتنفذ بالمنظمه. الداشبورد عادة لازم تسمح لنا إذا معمولة بطريقة صحيحة وجيدة تسمح لنا إنه نقدر نعمل drill down، يعني نقدر تفوت نركز إنه أوكي عندنا مشكلة بأحد مشاريع، أما عندنا مشكلة بموضوع محدد، قادرين نقدر ندخل على التفاصيل نشوفها. لأنه الداشبورد عم بيعطينا صورة بدون تفاصيل، أنا بحاجة ممكن أدخل التفاصيل، يعني tables اللي ممكن يكونوا والspreadsheet يكونوا موجودين، يمكن اللي جاي منا هالريبورتس. كمان عادة الاورجانيزيشن داشبورد ممكن تساعدنا، لانه خلال تنفيذ اي مشروع ممكن دائما نقارن نحن المشروع للبنش مارك تبع الاورجانيزيشن. يعني تنعطيكم مثل بسيط هون، تنقول نحن نحكي كونستراكشن ونحكي ويلدينج، يعني الويلدينج للبايبس. طيب اكيد لما بصير في عندنا ويلدنج للبايبس بيكون في عندنا نحن تاس وممكن في عندنا ديفكت. طيب شو البرسنت اوف ديفكت؟
يعني نقول بكم نحن كشركة كمنظمة عندنا خبرتنا انه تقريبا 3% من الويلد عم بيطلعوا ديفكتيف، اما 4 اما 5 اما 1. اوكي، طب هذا بيكون على مستوى انه كل المشاريع اللي طبقناها كمنظمة سابقا هذا هو نوع البالانس الماتريكس اللي عندنا بالنسبة للكواليتي اوف ويلدينج اون بايبس. هلا طبعا نحن خلال تنفيذنا هالمشروع فينا نقارن هالشيء، يعني نقول اذا نحن عم نلاحظ انه عندنا نسبة الديفكت اوطى من الاورجنايزيشن بنش مارك جيد، معناتها نحن عم نكون قادرين نقدر نكون ادائنا احسن من اداء المشاريع السابقه، واذا بالطبع العكس صحيح معناتها في عندنا مشكل، معناتها نحن عم ما فينا نقول هذا طبيعي، يعني احيانا ممكن شنو اذا ما عندنا بنش مارك شو بصير الحجاج؟ عندنا 6% عم بيصير في عندنا 6% ديفكت، وهذا طبيعي عادي مش مشكله. طيب لا بس اذا ما عندي تاريخ، انا مثلا عندي تاريخ بقول انا تاريخيا عم بعمل 4%، اوكي معناتها اهم مشروع نسبه الديفكت تبعه عم بيكون 50% اكثر من العاده، يعني 6 اوفر 4 6 اوفر 4 50%، معناتها ليش في شيء غلط عم بيصير؟ شو اللي ممكن يكون يختلف بهالمشروع اللي هو عم ممكن يؤدي الى يكون في انه نحن ادائنا يكون أسوأ من البنش مارك؟ وكمان نفس الشيء اذا كان ادائنا احسن من البنش مارك كمان هذا سؤال لازم نساله، ليش؟ يعني هل في شيء طبيعي ولا الوضع ممكن يختلف؟ وطبعا احنا بس يخلص مشروعنا الداتا تبعنا بتفوت على الـ على الاورجنايزيشن الاركايف. هذا الشيء حكيت انا على مثل البايبنج ويلد، ممكن يكون لاي شيء، ممكن يكون كونكريت فاونديشن، ممكن يكون كيبلز الكتريكال وايرز، ممكن يكون باجز ان كودز ان سوفت وير بروجكت، بغض النظر شو هو قادرين يكون في عندنا نحن اورجنايزيشن الداشبورد تكون عم تعطي صوره عن التاريخ الماضي، وطبعا مع كل مشروع قادرين نقارن لحالنا. كمان ممكن يكون في عندنا نحن اندستري بنش مارك، يعني مثلا عادة بالسيفتي بأمريكا مثلا كان عندنا شيء الأوشا ستاندرد، وفي عندنا شيء اسمه مثلا افريج كونستراكشن كومباني شو هو اللوست تايم انسيدنت تبعهم. نحن قادرين كمان نقارن أدائنا على المشروع مقارنة بأداء منظمتنا اللي عم نمارس فيها نحن في تاريخنا، وبطبع مقارنة بأوشا تنقول مثلا، يعني هذا أحد الأمثلة. عادة Organization Dashboard بتكون مسؤول عنا Project Management Department، أما Project Management Division، أما إذا ما في لا PM Department ولا PM Division ممكن يكون في PMO، وإذا ما في PMO ممكن يكون هالمعلومات عم تروح على سلة الزبالة، يمكن مش بهالدرجة بس أكيد ممكن تروح كفايلات عم تتجمع تيخلص المشروع بيبعتوها على شي مخازن للتخزين ما بنكون استفدنا منها شي. هون أهمية الـ Project Management Maturity و Organizational Maturity. مبدئياً خلصت أنا الجزء الأساسي من الـ Presentation، نركز شوي هلا بس شوية Example على الـ Project Metrics. شو ممكن يكون؟ يعني ممكن يكون عندنا فوق الـ 50 Metrics على المشروع ولا 100 Metrics، ما رح فيني أحكي عنهم كلهم، بس حنعطي مثل. بالطبع اللي بيدرس PMI و PMBOK و PMP يمكن يكون سامع بالـ CPI والـ SPI الـ Cost and Schedule Performance Indices، بالطبع هذا شيء عادة أساسي. ممكن يكون عندنا quality and safety metrics مثل ما ذكرت هلا أنا نسبة ال weld defect of weld، أما نسبة ال quality incident يعني quality defects بغض النظر كان piping ولا أي شيء تاني. safety metrics وهون ممكن يكون عندنا بالطبع إذا خاصة مشاريع construction ممكن نعمل تقارير على موضوع الوفيات ولا الجرح اللاست تايم انسيدنت، اما نيرمس حتى يعني اذا شيء حادث ما صار بس كان ممكن يصير حادث. حسب المنظمات ممكن يكون عندها ماتريكس هي بالطبع يكون عم بيقيسوها وعم بيعملوا لها رصد بصوره دائمه. بالطبع عندنا شيء اسمه بي ام اندكس، ممكن يكون اللي هو انا شخصيا بحب هالاندكس اللي هو شو كلفه اداره المشروع بالنسبه لكلفه التعيين الكامله، يعني احنا قديش عم نتكلف تدير المشروع، يعني اذا كلفه المشروع مليار دولار شو الكلفه كلفه الاداره، يعني عم نحكي نحن فريق العمل وكلفه فريق العمل، يعني عم نحكي معاشات مع اوفيس ايكويبمنت مع تريلرز مع 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 بس لاداره المشروع قديش عم تكلف، وهذا من ضمن كلفه المشروع عاده. بالطبع هذا الشيء بكثير مؤسسات، بعض المؤسسات خاصه الحكوميه اذا الفريق العمل من داخل المؤسسه عادة هذا الكلفة تبعه ما بتتعيب على المشروع على كلفة المشروع، بس بشكل عام لما يكون في عندنا كابيتال بروجكت
عالميا عادة البروجكت مانجمنت كوست هو من ضمن الكوست تبع المشروع، والبروجكت مانجمنت كوست ممكن يكون للبي ام سيز، ممكن يكون من داخل المؤسسة كبروجكت اونر كمان. contingency اكيد نحن على كل مشروع لازم يكون في contingency ومانجمنت ريزيرف، ممكن يكون في عندنا بالطبع من ضمن الماتريكس اللي هو مراقبه الاداء بهالموضوع. كمان ممكن يكون عندنا percent of work packages with variances، يعني نحن عم نطبق مشاريع اللي عندنا تنقول على مشروع 500 work package كم وحده منهم كبرسنتج اللي ممكن تكون عم بتكون اوفر ولا اندر بادجت ولا بيهايند سكادجول ولا اهيد اوف سكادجول، ولا بغض النظر شو هو بدنا، ولا كواليتي وذ كواليتي ديفكت ولا نو كواليتي ديفكت. هالامور كلها كمان ممكن نعمل لها مراقبه. ممكن يكون عندنا percent of cost hours for changes، يعني اذا عندنا على المشروع عم بيصير في تغيير كمان هون ممكن نحن نقيس عدد الساعات، نسبة الساعات اللي عم تنصرف على التغيير ونقارنها بنسبة الساعات اللي على المشروع بشكل عام، كان engineering ولا construction. بالطبع مثل ما قلت there are many more، يعني ممكن يكون عندنا مثل ما قلت 40 50 60 100 اندكس حسب التفاصيل الممل اللي ممكن يكون. اكيد مشكلة بتكون للإدارة العليا عادة لما بيكون في وضع الكوميونيكيشن بلان، بنكون تحديد انه شو شكل الريبورت لازم يكون، شو هن الماتريكس اللي عم بتكون فيها متابعه، وهذا شيء عادة بالشركات اللي عندها ماتشوريتي عاليه بيكون محدد من ضمن الاورجانيزيشن بروجكت مانجمنت سيستم والبروسيجرز والجايد لاين والجفرنس ستراكشر الموجوده بالمؤسسه. هذا شيء ممكن يكون محدد مسبقا وكل مدير مشروع لازم يلتزم فيه. Organizational Dashboard Metrics ممكن يختلفوا شوي، يعني مثلا بدل ما يكون هون بطبع عندنا نحن فينا الأورن نسبة المشاريع اللي هي خارج البارامتر تبع Cost Schedule، يعني Over the Limit ولا Under the Limit. شو نسبة؟ يعني نحن كشركة كمؤسسة كيف الأدائنا؟ هل عم بيكون عندنا 100% أداء مميز، ولا عندنا تنقول 5% من مشاريعنا، 10% من مشاريعنا، ولا 50% من مشاريعنا عم بتكون فوق ولا تحت الترشهولد. الأداء التاريخي بالنسبة للكواليتي والسيفتي مثل ما شفناها سابقا ما في زوم الرجعة. كمان الـ PM Index over يعني trend over time، شو مقصود فيها هون؟ يعني احنا ممكن يكون عم ننفذ مشاريع، اذا عم ننفذ مشاريع خلال 10 سنين الماضية والـ PM Index تبعنا بنقول مثلا عندنا 2% على المشروع رقم واحد، وبنشوف مع الوقت نحنا هل كلفة إدارة المشروع عم تعلى ولا عم تنزل، بالطبع مع المحافظة على أداء المشروع. يعني هيدا النقطة واحدة فيني أحكي ساعة، بس نذكرها هلا هون. كمان contingency management reserve usage، طريقة هلا عم نستخدم نحنا management والcontingency تبعنا بصورة سريعة ولا بصورة بطيئة، شو هي معايير النجاح مثل ما قلنا سابقا and many many more. اكيد نرجع نركز على نقطة اساسية هون قبل ما اختم، انه هذا كل شيء كله بيتبع وبيرجع للorganizational culture وpreferences مثل ما قلنا سابقا، وبطبع بيرجع للmaturity للorganization. كل ما كانت الorganization mature بيكون هالامور كلها هيدي محددة وثابتة من ضمن الorganizational project management system، انا بسميه OPMS. الorganizational project management system من ضمنه بيكون في governance structure، بيكون في عنا الكواليتي ستاندرد، بيكون في البروجكت مانجمنت ستاندرد وجايد، بيكون في عنا السكسس كريتيريا والامور كلها واللايف سايكل، كل هالامور هذه ممكن تكون موجوده من داخل المشروع. مشان هيك صعب كتير نقدر نحكي ببرزنتيشن خلال 30 دقيقه تقريبا عن كل التقارير ممكن تصدر بتغطي من جميع انواع الستيك هولدر ممكن يكونوا مهتمين بهالموضوع. اخيرا بس سلايد ما في زي نحكي عنها، نحن كسوسكات سوشيال ميديا موجودين تقريبا على كل الاكونتات الاساسيه، موجودين على اليوتيوب، موجودين على الفيسبوك، على اللينك ان، على تويتر، بالطبع قادرين على سلايد شير قادرين تتابعونا. عاده اذا ما عندكم هالمعلومات يعني اللينك نفسه، اذا تعملوا سيرش على منير عجم بتلاقوا اي شيء له علاقه بمنير اللي كان على فيسبوك ولا لينك ان ولا غيره، واي شيء سكاد جروب بتلاقوه كمان، تلاقوا شغلات الاكونت بالسوشيال ميديا اكونت اللي له علاقه بالشركه الرسميين للشركه غير الشخصي. شكرا، كان معكم منير عجم وانا المدير التنفيذي لشركه سكاد ومن مؤسسين شركه سكاد.
إلى اللقاء.